من 7 ل 10 على 10 7h10 إيماد فلا راديو إيماد فلا راديو على الشدة. الو ستاند اب الموسم الثاني جوستمون سمعنا بانه عيطوا لك رشيد وي مزيان نورمال كاينه بلاصتك في التلفازه ولكن في كاين المشكل اجا السي رشيد ندوزو الكاستينغ وي لماذا؟ مازال يلاه كيفاش حسيتي في ديك الوقيته اللي يقول لك دوز كاستينغ كتحس براسك انه فريمون ما كاينش قيمه خديتيها بطريقه عاديه ولا لا؟ لا في الاول خديتها بطريقه عاديه لانه فاش كنت في اجتماع وهذا وجاوبت وي فوالا شنو كاين هذا غدا مع الوحده كذا كذا شي سميتو الناس المسؤولين ديال التلفازه اوكي داكور دونك دخلت عاوتاني لا ريونيون ديالي ما ديتهاش في هذيك الهضره كاع حتى الليل وانا عاود ثاني تلسي القضيه ديال كاستينغ سكوا لا كنت واحد جوج الناس دوزوا كاستينغ تقول لي بحال هاد القضيه هادي مثلا الا بغيتي تعيط عليا مثلا غادي نقدم مثلا برنامج سياسي او شي حاجه اللي ما مولش انا كنديرها مي تعيط عليا باش نقدم برنامج اللي هو نسخه طبق الاصل ديال البرنامج اللي كنت كنقدمه انا لمده 5 ديال المواسم في واحد واللي كانوا عنده ارقام قياسيه تبارك الله في نسب المشاهده طنز العكري ولا دونك انت اللي تقبلتي شوف انا شوي فرون انا زعما هادي معروف عليا ما عندي ما نخبي جي تروفي سا فريمون تري صغير تري بوتي ولكن شكون اللي قال لك زعما شنو شركه الانتاج ولا شركه الانتاج اللي ما كاين ماشي هما على حساب الاذاعه قالوا لهم نفس الكاستينغ المسؤولين ديال القناه الاولى فوالا دوز كاستينغ تا هذاك انت واحد جوج الناس اوكي انت في نظرك زعما هذا الكاستينغ واش نشوفوا هذا السيد كمنسى ولا ما بقاش كي تلفت عليا الميدان ما بقيتش كنعرف نشط بحال شحال هذه شرفت الله يعلم ولا خصو يشوفوك في شي ديكور اللي يمكن واش ملائم معك هذاك الديكور اللي غادي يكون باسكو كان كيمشي معايا الديكور الاولاني الديكور الثاني ما يمشيش معايا نو مي سي بيزار هنا فين كتبان لك انه لسوء الحظ انهم ما عطياش هذيك القيمه اللي خصها تعطى فريمون المنشطين ديالنا كساسوا في لا راديو او في لا تيلي سي هذيك اللعبه ديال انت اخر زعما اخر فقره زعما في هذا الشيء كله اللي خصو يدار انا ما سمعت انا ايضا انا ما سمعت دونك انا ما سمعت سورس بان لو كاستينغ كانوا طلبوا زينب اللي كانت كدير تغريده وهشام الزرق ديال لاشيناتيغ وطارق بخاري هادشي اللي سمعت وطارق بخاري دونك ويا باغامون حتى واحد السيد اخر حتى هو خدام في واحد الاذاعه اخرى حتى هي كيدير الصباح حتى هو حتى هو دوز كاستينغ وما تقبلش لا الخايبه الواعره هي اللي كنت قلت لهم واخا ومشيت ودوزت الكاستينغ قال لك لا خويا ما ولكن السؤال ديالي رشيد هذا دابا زينب حتى هي بنت الدار ديالو وجات ودوزت كاستينغ اوكي علاش رشيد ما بغاش والاخرين بغاو علاش رشيد ما بغاش لانه رشيد كان كيقدم قلت لك النسخه الاصليه ديال هذاك البرنامج دونك سي كوميديا او لا ستاند اب راه سي ميم برانسيب سي ميم برانسيب ما مصوبينش لا فورم اللي ماشي ما مصوبينش بنفس الطريقه مي لو فون سي كنقلبوا على لا لو فون ما كاينش لا فورم كاينه مي لو فون ما كاينش لا مي سي بلوتو لو فون سي لو ميم لا سي لا فورم كي لا ميم لا 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 فورم اللي مبدله سي دير لو ديكور مي لو فون ديال مقلبوا على دي كوميديان سي سي لو ميم سي با لو ميم فون سي ميم برانسيب واخا وبقى فيك الحال بزاف لا صراحه هو بقى فيك الحال بزاف حتى كنعرفوا عليك شويه لا جي رياجي قال لي فوالا قلت له لا خويا لا جي باغي ما كتبت عليها والو اول مره كنقولها سي عندك باسكو فوالا سولتيني انا جاوبتك ما سولني حتى حد لحد انا كنت ساكت وما كتخافش بان بحال هذه القضيه ديال ملي كترفض شي حاجه حنا كنعرفوا كاين واحد سوا في التلفازه ولا في اذاعه الا مشيتي قلتي لا صافي كنقول هذا السيد انا ما نبقاوش نخدموا معاه ما كاين حتى شي مشكل راه ما خدميش معايا خمس سنين هذه عاد اليوم ما يخدموش معنا ما قلتيش انا نخلي بلاصتي مزيانه ماشي مشكل نو لا اسمح لي قاشي عذر لا ماشي واحد كيحقرك وانت كتزيد كتحقر في راسك عاوتاني حسيتي بالحقره في باوي شنو كنت كنخدم انا افون لا انا متفق معك شوف انا متفق معك انا بتيت في بلاصتك كندير لا ميم شوز ايوا فوالا واخا انا ما يمكن ما درتش 50 ولا 60 كنت نقدر ندير لا ميم شوز نو مي جو تروف سا نو كومنت تفرجتي في الحلقه الاولى ولا شفتي بعض اللقطات وي 5 مينوت انكور شنو بان لك الفرق بين الحلقه الاولى الموسم الاول والموسم الثاني فرانشمون ما دخلتش بزاف فسميتو باش الموسم الاول اللي كنت فيه انا كان بزاف ديال الانتقادات كانوا واقعيين بون بغيف انا ماشي مشكل كنا هضرنا عليها انا وياك سي نورمال ملي كدير واحد البرنامج اللي كانت واحد النسخه ديجا سبقات نورمال غادي يهبطوا عليك بالانتقادات لانه خصك ولا بد يا اما دير حسن او لا ما ديرش هما شنو نقولوا المبرر اللي كان كيتقال بان ملي كيديروا كومباريزون مع كوميديا تقولوا بان بون ستاند اب كان ديال الله الموسم الاول الاخرين راه عندهم خمسه المواسم دونك سكيفي
بون بيتيت سي با اون اكسكوز لان كنا نقدروا نتبازاو على ليكسبيريونس الاولى باش نقدروا نديروا يديروا احسن. دونك الموسم الاول بايزوم حنايا كنخر مثلا تعرفنا فيه على دريسو مهدي اللي كانوا هما لي غانيون, ما عقلتش شكون اخر اللي كان معاهم تما في الموسم الاولاني, ما كانوا دراري تبارك الله اللي بانوا. اعطيني السميه ديال ستاند اب ديال داك العام اللي اليوم راه هو محيح مثلا بان المشكل كاين في الكاستينغ. سي مشكل ديال الكاستينغ, مشكل ديال الكاستينغ ديال بريبار. شوف راه ماشي حيت كتجي كتصوب ديكور وكتصوب كاع دوك لا, راه سي الطريقه باش كتخدم, طريقه ديال الكاستينغ, طريقه ديال التورناج, طريقه ديال كيفاش كتعامل مع الدراري, بزاف ديال اللعيبات هي اللي كتبدل. حيت دابا كاين سيون اون ديريكت ولايف فيديو غير باش نعرفوا المشاهدين والمستمعين ديالنا بان ماشي حيت انا ما درتش الموسم الثاني ورشيد ما دارش ثاني كنشوف ماشي كن زعما كنطيحوا بالبرنامج. لا برنامج مزيان خصنا بزاف البرامج بحال هكا. شوف لا شوف نقول لك واحد الحاجه, نتفاهموا عليها الله يكمل عليهم بالخير. برنامج فوالا دايرين برنامج ديالهم وراك شتي ذاك العام دايوغ ما كتبتش. شحال واحد كيسولني كيقول لي ما درتيش بوست واحد باسكو كيعرفوني ديما كنبوستي سو فيسبوك, ما درتيش بوست واحد بابون ستاند اب. علاش لي غادي ندير بوست؟ فوالا سي واحد الحاجه اللي هي خدامه الله. انا ما عمرش كان مي باغ كونتر ما تجيش تقيسني انا ومن بعد تقول لي لا علاش هضرتي. وخصنا نقولوا بان ميم دابا الموسم الاول الثاني كاين الناس اللي عجبهم ودابا كاين الناس اللي عجبهم. انا كنقرا التعليق ديال سميتو برنامج واعر برنامج هذا بيان سور بيان سور. بون ابخي كل واحد عطاني الرؤيه ديالو واش تعجباتو الحاجه. كتكون خدام في الفازه كتولي عندك رؤيه اخرى. انا عاد نقدر نقول انا بتيتر كان ما عمري ما قلت حتى في الموسم الاول احنا براسنا اللي كنا في ما كناش ساتيسفي من لوغوندو ديالنا. لا انا لا بتيتر المنتجين تما تيقولوا العام الجاي غادي يكون واحد التحسن. ودايوغ هذا العام كنت بتيتر في لو بلاطو. انا ما لا صراحه ما قدرتش نجاوب لان مازال ما تفرجتش مازال ما تولي بتيتر الحلقه الثانيه غادي نمشي نتفرج فيها ساعصروا عليهم وتفرجوا. جو بونس كاين راه كاينه سور لاشين تيتر غادي نمشي نشوف حلقه ثانيه. ان توكا نتمنوا التوفيق للناس ديال ستاند اب. وي بون كوراج طارق بخاري دايوغ اللي كيقدم طارق حتى سلبيه قال لي بهذه العباره قال لي راه قالوا لي من دابا يومين خاصك تقدم البرنامج. قال لي راني ماشي خدمتي. قال لي بحال هكا طارق قال لي راني راه شاد لي لو تراك. قال لي ومن بعد عيط لي مورا البرايم نول قال لي راني خربقتها. داكور. ولكن من بعد قال لي راه صافي برايم مورا برايم بديت كن وي غادي شوف غادي تريني وغادي شوف بحال هاد البرامج هادو اللي مهم فيهم. انا بالنسبه لي اللي مهم فيهم ماشي بيان سور خصك تكون عندك لجنه تحكيم زويونه, يكون عندك منشط اللي هو بلوز او موان كي سميتو. اللي مهم هما لي كانديدا هما الكاستينغ هما هادوك 32 ولا ما عرفتش شحال واحد اللي جايبين. ما غاديش نقول لك جيب لي بحال مثلا الكوميديا ديك الساعه كانوا عندنا 16 ما كناش كنجيبوا 16 كاملهم واعرين, ولكن الا خرجتي في موسم باربعه زويونين خرجوا لك وخدامين وهذا الا خرجوا لك اربعه في 16 راك تبارك الله عليك فريمون. اما باش تجي ودير كاستينغ ما فهمتش انا كيفاش دير كاستينغ وعلاش هاد السميه اللي ربحت ذاك العام. والله ما انا كان في كلام ولا فوالا. دونك هو اللي دابا في لي كوليس ديال في الباك ستيج ديال ستاند اب اكزاكتوم. الوغ ان توكا نتمنوا التوفيق للموسم الثاني ديال ستاند اب الناس كاملين وسيروا تفرجوا في لا ما تمشوش تفرجوا في ستاند اب تفرجوا فيا كود بي تونايت نهار السبت مع السعود. لا المدير كيسمع لي كدير الاشاره الكونكورون دابا ما تفرجوش تفرجوا فيا انا كود بي تونايت نهار السبت على شهادة تي في مع السعود من 7 ل 10 7h10 Imad Flaradio. Imad Flaradio. À l'échelle.